إذا فكرتك رح ننتقل بننتقل إلى فحوى أدبي وإلى محطة أدبية وفكرية مع كتاب صدر تقريبا من 4 سنين إذا ماني غلطانة أو أكثر شوي باللغة الإنجليزية، واليوم صدر باللغة العربية للكاتب والروائي كريم الكوسة. أهلا وسهلا فيك. شكرا. الكتاب كنا عم نحكي تحت الهواء إنه استفزازي ومشروع إنه يكون فيلم أجنبي، يعني بيوازي او بيعادل او بينافس كمان بيعارض وبينافس وكل المفردات اذا بدك اهم الافلام يلي ارتبطت بالسيد المسيح وبالفينيقيه. الكتاب اسمه الشفره الفينيقيه اسرار الكاس المقدسه. خلينا نبلش من مشروع الفيلم. مع مين عم تتعامل هلا لحتى يكون في مشروع لفيلم هالقد ضخم؟ هلا بدي اقول انه النسخه الامريكانيه اللي نزلت بامريكا بال 2011 ديفينيشن كود وعمل بيست سيلينج بامريكا على كاتيجوري معين بالامازون والى اخره. دونك هذا الكتاب بما انه ثريلر اتس ريليجيوس ثريلر وفي كثير ميستيريز ومفوت بكثير حضاره الكنعانيه الفينيقيه والحضاره المصريه وما بين الحضاره الفارسيه واليهوديه، دونك في بنفوت باسرار الامور كلها ونستخلص بفكره انه نقد فكره اسرائيل التوراتيه من الناحيه الاركيولوجيه والدينيه وفكره انه المسيح هو فينيقي كنعاني. دونك بهذا التراجي بهالخبريه في ثريلر، في تشويق، في ريفيلاسيون، في كشوفات لكثير امور واسرار. دونك مشان هيك انعمل الكتاب للعربي من سنتين وترجم وصفى كتاب صدر عن دار سائل المشرق، ولانه الكتاب كمان مهم صدر مؤخرا من 3 أشهر بفرنسا لو كود فينيسيان اوز اديسيون ديرفي اللي هي جزء من جروب تريدانيال كثير كبير بفرنسا. تيأمنوا بالكتاب يعني بمبادئه باللي بيحتويه. خلينا نقول فاذا صار موجود الكتاب بثلاث لغات وهو بيعارض نوعا ما مثل ما كنا عم نحكي دان براون ونظريته بدافينشي كود، رغم انك اخذ الاسم نفسه تقريبا يعني نفس العنوان، كانك قاصد تقول انه لا مش هيك هيك. اكزاكتوم، وهي مقصوده هيك ديفينيشن كود، يعني هو انتيتيز لدافينشي كود. والفكره انه يعني عده افكار، بس من الفكره الاساسيه انه علاقه المسيح بمريم المجدليه هي علاقه معلم مع تلميذه مش اكثر ولا مش العلاقه دلوقتي اللي دافينشي كود بيقول انه عم بيأرجيها بغير اطار، ايه اطار بركي غرامه او نعم. حب او علاقه، بما معنى انه يسوع كان بيسأل لمريم المجدليه. هو مرتكز على انجيل فيليب، هو انجيل ابوكريف، والانجيل ما بيحدد يعني وين البوس، يمكن يكون على جبينه يمكن يكون على خده، دونك ما في اي اثبات انه في علاقه، هي كلها مجرد علاقه معلم مع تلميذه عم بيعلمها اسرار الحياه والوجود والى اخره. طيب قديش دافينشي كود استفزك بالمضمون بشكل خليك تكتب هاي الروايه ولا ما لها علاقه؟ بلا اكيد لها علاقه شي مطلع. لا اكيد من العنوان لها علاقه. يا هو اكيد انه استفزني لانه عم بيتكل على امور ما لها معنى وعلى يعني ما في كريديبيليتي حتى بطرح على روايته مكتوبه بشكل ادبي مرتب، بس ما في اي اثبات كريديبل باللي عم يحكيه، ومثل ما قلنا يعني متكل على خبريه ومضخمه وعمل لها اخراجها وكذا. استفزك الكتاب او الفيلم اكثر؟ نو انا ما حضرت الفيلم لمؤخرا، انا كنت قاري الكتاب قبل. أوكي. بس الفكره انه مشان هيك نحن هلا عم نسعى انه كمان نحول الكتاب يعني اللي هو اونتي تيز لدافينشي كود الى فيلم. اوكي. وهذا الفيلم يعني بلشت تتحضر الامور تبعه مع منتج امريكي. ما رح نسمي مين هلا اي شركه انتاج، بس عم نجرب نركب كمان كو برودكشن تعاون لبناني فرنسي مع امريكا، لانه حابب انه يكون لبنان عم بيلعب دور بانتاج فيلم ضخم معقول يطلع بامريكا ميجر موشن بيكتشر، يعني البادجت اللي محطوط بامريكا 20 مليون دولار وابوف لاخراج هذا الفيلم، هل يمكن يكلف اكثر. المهم انه الفكره انا حابب انه لبنان وفي عندنا مستثمرين وفي عندنا ناس في تيم بالبرودكشن بلبنان بانتاج السينما والى اخره وبلشوا هلا يتحركوا، دونك فينا نعمل كو برودكشن بينهم وبين فرنسا، لانه بالخبريه كمان بنروح على فرنسا وبنمر على كثير دول ضمن هالخبريه يعني ضمن هالثريلر.
الرومون اللي هو ان فواياج انيسياتيك يعني ضروري تكون احداثها بتصير ببيروت بتبلش بجبال وبيسور وبعدين بنروح على جنيف بنروح بعدين على المانيا بعدين على العراق على اسرائيل على فلسطين المحتله على امريكا دونك في 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 تراجي وفي سسبنس وثريلر وميردرز و يعني و هو معمول معمول الروايه كمان لحتى تصير فيلم اكزاكتو هي مدروسه كتبته كفيلم يعني كسيناريو تقريبا ويبي. يعني ويبي. عارف لوين متوجه عارف الهدف طيب شو كان رأي النقاد يعني مقابل ذا دافينشي كود هلا مثلا شو حكيوا النقاد او شو كتبوا يعني هلا يعني على طول في ريفيوز على الامازون او على البانز نوبل او حتى بالجرايد وكذا وعلى التلفزيون يعني انه كل ما في عندي اي نقد سلبي ابدا لبال عم بيقولوا انه هذا الكتاب يعني مور كريديبل بفوت بعمق بعمق الامور التاريخيه الدينيه تيستخلص منه القصص المستار اللي كانت موجوده فيها بينما بينما باردون بينما دافينشي كود هو عشير فاس سطحي اوكي سطحي. اوكي استندت على مراجع دينيه وشخصيات أكيد. يمكن اكيد يعني انا انسان مؤمن يعني هذا عم نحكي يعني نيو تيستمنت وهذه القصص يعني الهيستوريك يعني كلها هيدي مركز عليها وحتى يعني صدر بعده كتاب جيزس ديفينيشن هو كتاب اكاديمي يعني بامريكا وهداك هو كتاب اكاديمي بحث واجتمعت مع سفير البابا ومع البترك وقدمنا نسخه للبابا يعني نحن بهذا الاتجاه باتجاه هو ركتيفاينج يعني تظبيط القصص التاريخيه والمسيحيه ومجرد الدفاع ومحاربه كل انسان بقرب على خربطه هيدي الامور انه لشو لشو هيدي تخربط هالقصص هيدي يعني اوكي دونك هذا الاتجاه اذا حكينا عن مشروع فيلم وعم تشتغلوا عليه وماشي الامور بالطريقه المضبوطه نعم. تقريبا قديش بده وقت الفيلم يصير على الشاشات او قديش بدنا لنسمع باخباره هلا مبدئيا يعني عمليه في عندك الفيلم في ديفلوبمنت وفي بري برودكشن وبرودكشن وبوست برودكشن يعني أوكي. في فور فيزز لان هلا بالديفلوبمنت فيز يعني بعدنا باول فيز بس متى تنحل الديفلوبمنت يعني بدا ينعمل سكريبت وينعمل يتحضر السوليد ثريلر دايركتور لانه بدك تجيبي دايركتور مخرج ثريلر ما كان بيقدر يخرج هيك فيلم دونك وتتركبي اسماء نيم اكترز تيلعبوا بهذا الفيلم لانه كمان بدك تجيبي اسماء حلوه رح يكون لك تدخل بهالامور رح تتدخل بهالاشياء انا ام نوت سكريبت رايتر ما بكتب سكريبت بس انه على القليله مين المخرج او أكيد لازم يكون عنده قناعه باللي انت كاتبه 100% واكيد يعني البروديوسر انا على وفاق تايم معه ومتفقين على كثير خطوط عريضه بالنسبه لـ 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 للفيلم انه ما بيصير في اي تعديل باي شغله يعني اكيد بس بدون عمل ادابتاسيون يعني في قصص ما فيك تحطيها بالفيلم بضل في احترام للاستاذ اكيد بنظره تلفزيونيه أكيد. سينمائيه اكثر سسا والمهم انه نحن نعمل فيلم ثريلر يعني يقدر يضرب دان براون بطريقه قويه حاطط راسك براسك اوكي الكاتب والروائي كريم كوسا اهلا وسهلا فيك مبروك شكراً. الاصدارات اثنين الجديده باللغتين العربيه والفرنسيه وعلى امل انه يكسر الدنيا الفيلم هيك بيقولوا على اللبناني ان شاء الله اهلا وسهلا شكرا على الاستضافه اهلا وسهلا